حد شافكم؟ لا خالص اصغر واحد قاعد يقول يا ولد عمي ولد عمي، بس احنا طرنا بالمكان. مش عديتوا مني؟ عدينا الحمد لله. نطلع انت على الجبل وانا اتصرف. ماشي يلا تنياد. معذبين بس تنياد شكل. الو مصطفى معاي. على العموم مصطفى ولدك معاي وعايز عليه 5 مليون. إنني سلام. يضرنا يضرنا يا ولد. ابنك يا عم يرجع بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا ولد يرجع بالسلامة. وشوف مين يا ولد أخوي. ماشي يا عم. إيه إيه تفضل أبو مازن تعال. إيه يا عم. تفضل أبو مازن تفضل. تبعك مصطفى عامل ايه مجارو؟ الحمد لله. امال ايه يا ابو سمعت الدين؟ والله ما خطفني ابو مازن اتصلوا علي. لا خطفوني يا ابو ناس. كل اسمي صغير الهندي خطفوا ميتي الهندي ولا ميتي؟ خطفوا البارح. طب حد زرنا عليك ولا كلمك ولا قال لك حاجه؟ رنوا علي على 5 مليون بس ما مدريش قد لك قريبهم فين ولا عندي. بس ولد عمك ما تخش البوليس. مش هبلغ بس رنوا علي حتى يقول لي فين عايزينه ما نديهم. ده كله بتاعه يا بابا. يا 5 مليون دم عليها. ده احنا خربونا والعود جبل كله. اديهم لهم. بس ما تقولش للحكومه. لا يا اخي انا في الوادي موتوه. لا مش هبلغ حد ابدا. خليك تجيب. لا تجيب. واول ما يرنوا عليك عرفهم فين بس انت. يا ابو عمه كله بتاعه والارض بتاعته هو والماده بتاعه هو. ده ماله ولد عمك. بس يدينا علي ويقول عددناه اوديهم فين الفلوسات ياخدوهم ازاي ارتاح. ما هيرنوا عليك تاني اكيد امه. اكيد هيرنوا عليك تاني. استنى. اللي اذا قلبي يا امه. يا بعد ابو جار. خايف اروح فيها والله. لا انت ما رن يا عم مين؟ شوف انت بقى خير. الو. ايوه. ايوه. ايوه ايوه. جاهز كل الفلوس كلها جاهزه. سمعني صوته بس يا ولد. سمعني صوته يا حبيبي اللي انت عايزه تقوله وسايل. سمعني صوته. ايوه يا ولد يا حبيبي. ايوه يا ولد. تخافش يا بابا تخافش. هجيب لك اللي انت عايزه هجيب لك الهند الهند. حاضر 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 يا ابن حاضر. سلام سلام. ايه يا عمي نبلغ المركز احسنني. كلامك صح يا ابي. لا مين يا ابو صح؟ انت عايز الواد يموت؟ لا الواد يموت صح. ويخرب الدنيا الحكومه والواد يدمر الواحد يبقى مش كلامك صح. كلامك صح. لا ما تروحش يا اخي. لا ما تروحش البيوت يا ابي. ادخل في البيوت. لا كلامك صح. يمشي سيبك منه. روح قطع معي فرضيتك دي. نبي النصوح. تو دوش دي. انت عاوز ياخد مالك ده يا ولدك. نبي النصوح عايز ياخد ارضيات الاشغال الواد اللي تشوف انا معاك فيه. يا ابي قوم اتوقع على التلفزيون الواد من الراجل. الا التلفزيون الواد جالس لما ولد اخوه ولد. روح كل الفلوس دي والله يا اخي 5 مليون ما بينهم لك تاني يا اخي. لعبك بخمسه تاني غيرهم. حاضر. ويا ابو جار جبتها؟ 5 مليون اصلا في الشوارع عشان يكون دايرين. خليك انت. وانا اللي رايح اجيب لك الواد واجي. زي ما ما ماشي. ايش قد في الجبل يا ولد عم انت؟ تكبرك يا ابو جار. انت راجل يعني مرتاح حزبتك ما تنفعش تطلع الجبل انا مولف عليها. صح حتى الناس اللي وضع معاك في الفرق. مولف لك الواد واجي. اخوي عزيز. حد اذنك حد اذنك. مع السلامه. سلام. خلي بالك من نفسك. ماشي ماشي ماشي. شوف مين يا ولد؟ عم الحاج عم الحاج. مرحبا يا سامي. الحمد لله اخبارك؟ تمام. عاملين الجمع كلهم عندك؟ والله الحمد لله. جاي اقول لك حاجه. خير يا ولد؟ شفت رياض؟ اعرف رشب ضحك على عمي خد منه 5 مليون. والله والله وغيره حيقولها رجال قال ولدك ولد المخطوب. طب نبلغ المركز. ما قلت له نبلغ المركز ما رضيش. انا قلت له نبلغ المركز ما رضيش برضه. لا رجل ماشي مع الناس الشمال ما يودي لهم حشيش ويودي لهم افيون ويودي لهم ما لقيش غير رجب. والله ودي له 5 مليون تو مراقبه على الدنيا. طيب اسكت سيبه يتحرك واحنا ورا منه. قوم راقبه شوف راح لمين وانا اجيب الرجال جوا منك. خلاص يا عم ونمسكهم في الجبل. خلاص ماشي. لانه خرب البلد. ما بسرعه. مراقبك
والله تمام يا اخبارك يا عمي يا عمي قول رقبت لك يا رجب تمام طلع على الجبل الشرقي تمام هاي عمك مصطفى والجماعه يلا بينا حاضر عمك يلا قل بس تمام اثبت اهلا اسفاد تعال ابو مازن تعال تفضل مرحبا ابو مازن لك الاشفاق عمليه غالي عمليه تفضل تعالي ماشي غالي ماشي على مهلة رجالتك بهدلونا يا ابو عمو المعاش اللي بهد لك ابو مازن الله يخليك الله يبارك فيك ابويا غالي 5 مليون 5 مليون مستعد تدفع كده امشي يا وش خير امشي ايوه لو عاوز كدم تاني نطلبوا 5 ثاني احنا عليها براحتك عدي لك احنا نطلبوا 5 ثاني براحتك هو حد شافك انتوا جايين لا ما حدش شاف خالص خالص تمام ابو مازن ال 5 مليون دول انت لك حسنتك فيهم ماشي ماشي واحنا اللي هنطلبوه ثاني هنطلبوه هو عاوز يدفع 5 ثاني احنا حتى اللي هنطلبوه ثاني هنطلبوه زي بعض ماشي خلاص يا ابو مازن خلاص بس اهم حاجه يكونش حد شافها لا ما حدش والله تسلم يا ابو مازن يا رب كل الناس زيك تعملنا مصالح زيك ربنا كتر من مصالح السلام عليكم مين زكا فهد شيخ البلد خد ولدك يا حاج مصطفى ولد حبيبي يا ماما انت عارفني يا شيخ البلد انا مش معنزل البلد مين اللي قال لك على ولده خلك خطفته وما شورته ابو مازن ايوه مازن ايوه مازن رجلنا في البلد زي بدل معاه فلوس كتير وما رسديني عشان فلوس كتير برضه يا ابو مازن جاره تضره ما معاه فلوس كتيره مش شد حد يا اخي فلوس كتيره ما يقصر معاك في حاجه ما انت شيخ بلدي دي خدوه خد دي ودني فيها على طول على المركب ليه ابو مازن هو قصر معاك في اي حاجه لا يا شيخ البلد للنبي وصى على 7 شهر صح مظبوط حصل حصل وانت خليت بالوصيه ما زي بعده ازاي واحد جارك انت تغمس عليه مقرض الجبل وتخليهم ياخذوا ضناه وتحرق قلبه مغاوني هم بالفلوس قالوا لنا نقسموا مع بعضين وقلت بس هاصة الفلوس ادعم عيني طب هاصة الفلوس هو قصر منك في اي يوم قلت له على الفلوس قال لك لا لا قصرش انت موزك زي بعضه والله يا عم الشيخ اللي عايز عيب ياخده زي بعض حسن زي بعض. والله لازم يتعلم عشان يبقى عبره لغيره ايوه مظبوط ما حدش يعمل وانا حقي عندي احنا بندوس رساله دي للناس الجار الا الجار تبيع له دمه